بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجنا المسيحيه والالحاد والفكر المعاصر. قبل ما نتكلم في وجود الحياه من خلال نظريه داروين، هنتكلم عن وجود الحياه عبر التاريخ، او بمعنى اصح نظريات وجود الحياه. عندنا كذا نظرية. نظرية بتسمى التوالد الذاتي، نظرية بتسمى الحساء الكوني أو الشوربة يعني الكونية أو الطبيق الكوني، ونظرية تانية بتقول إن الحياة، تالتة بتقول إن الحياة جاءت من الفضاء. يعني جاءت من الفضاء يعني النيازك والشهب والحاجات اللي نزلت في الأرض كان فيها بكتيريا فيها عنصر الحياة، ومن هنا نشأت الحياة على الأرض. كل ده طبعا نرد عليه بالتفصيل، لكن هنبتدي النهاردة بالنظريات دي عشان نشوف قد إيه أثرت على داروين وقد إيه ما زالت برغم كل شيء مؤثرة على العلماء حتى اليوم. مفيش عندنا فرضية علمية واحدة بتفسر لنا نشأة الحياة، كلها تخبيط. ليه كلها تخبيط؟ لسبب بسيط، لأن عندما وجدت الحياة على الأرض ما كانش حد موجود. تقول لي طب ما الكتاب المقدس شرح ده بالتفصيل. أقول لك هؤلاء الناس للأسف الشديد نوعين. نوع بقول ما فيش حاجة اسمها إله والكون كله وجد بالمصادفة العشوائية، وبالتالي الحياة وجدت على الأرض بالصدفة البحتة العشوائية، لأنهم كل مشكلتهم الخوف من الإيمان بالله. تخيلوا لما يقولوا على مايكل بيهي أحد مؤسسي نظرية التصميم الذكي، ده راجل واخدها من الدين، احنا بنشوفه يخش يخرج الكنيسة، أصبح دخوله وخروجه من الكنيسة تهمة. أصبح خروجه ودخوله الكنيسة تهمة بالنسبة له. العالم الصحيح من وجهة نظرهم، العالم الصحيح من وجهة نظرهم هو من لا يؤمن بوجود إله في الكون. هو من لا يؤمن بوجود إله في الكون. إنما عالم مؤمن بوجود إله دي كارثة بالنسبة لهم. لا، ما يبقاش عالم. يا جماعة احنا عاوزين نثبت، هم بيقولوا كده، عاوزين نثبت إن الحياة وجدت من الطبيعة بدون خالق. ما تدخلوناش في متاهات الأديان. ما تدخلوناش في متاهات القول بوجود كائن غير مرئي غير مدرك غير معروف. ما تدخلوناش في المتاهة دي. وزي ما قلت قبل كده، هم خايفين ان لو قالوا بوجود إله يبقى بيأيدوا حقيقة الخلق الموجودة في الكتاب المقدس والأديان الأخرى زي اليهودية والإسلام. من هنا هم مش عاوزين ده، مش عاوزين يقولوا في إله خالص. عشان تبقى عالم صحيح لازم علشان كده علماء الجمعية الوطنية في أمريكا، في أمريكا 97% منهم كما تقول الإحصائيات ملحدين، لكن انشق عنهم عشرات الآلاف اللي رفضوا الداروينية وانضموا للتصميم الذكي، أي بوجود كائن ذكي عاقل خلف الكون هو اللي صممه هو اللي خلقه. وفي 40% من علماء الداروينيين او على اللي بيؤمنوا بنظرية داروين قالوا بنظرية التصور الالهي اللي بتقول ان نظرية داروين صحيحة، لكن لا يمكن كانت تتم وما كانش ممكن تتم الا بتدخل الهي، وان الله هو اللي سمح بده، خلى الحياة تخرج من المادة والمادة تتشكل بعد كده إلى نبات وحيوان إلى
آخر الكلام اللي قلناه قبل كده. كويس؟ فإحنا عندنا نظريات كانت منتشرة في العصور الوسطى أو من أيام الفلاسفة أفلاطون وغيره. في نظرية الحساء البدئي بريمورديال سوب. سوب يعني شوربة. الشوربة البدئية أو الحساء البدئي أو الخلطة البسيطة الأولى. اللي هم قالوا زي ما قال داروين إن في بقعة من المياه الدافئة تكون من الطين الطرية ومن هذه المياه تكونت الأميبا أو البكتيريا الأولى اللي تحولت مع مئات وآلاف ملايين السنين إلى خلية. خلية انقسمت اتنين، واحدة بيت نباتية جاي منها كل النباتات، واحدة حيوانية جت منها كل المخلوقات الحية على الأرض. فيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الكيميائي الفرنسي أنطون لافوزيه أن الحياة نشأت بسبب تفاعلات كيميائية. فتقول له عم ازاي نشأت الشوربة دي؟ أو نشأت الحياة من الشوربة؟ أو وجدت البكتيريا من الشوربة؟ يقول لك حصل تفاعلات كيميائية ما بين الطينة والمية والعناصر الموجودة فيها من أكسجين ونيتروجين وغيره، فكونت البكتيريا اللي نمت مع الزمن وبقت ايه؟ خلية. لكن هذه النظرية العلماء في القرن ال19 ما سابوهاش، مش كل كلام نقوله، بدأوا يدرسوها علمين. بدأوا يدرسوا ازاي كيف نشأت الحياة منذ 6 مليار و 4 مليار و 600 مليون سنة، وازاي وجدت فيها الخواص الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية. بدأوا يدرسوا هذه الخواص الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية عشان يفهموا نشأة البيولوجيا اللي هي الحياة، اللي هي الحياة. بدأوا يدرسوا البراكين الثائرة والمحيطات اللي بتغلي وجو بمستويات عالية من الغازات السامة. بالإضافة لذلك كان الهواء يتكون من تركيزات عالية من غاز الميثان والأمونيا والهيدروجين وبخار الماء. من هذه المواد الميثان والأمونيا والهيدروجين وبخار الماء، تخيلوا، وده فشل بالتجربة بعد كده، إن تكونت الحياة الأولى من الثوب أو الشوربة أو الحساء البدئي، الطبيخ البدئي. تشارلز داروين قال إن الحياة خرجت من بركة صغيرة دافئة. الحياة خرجت من بركة صغيرة دافئة. هذه البركة بتحتوي على كل العناصر الضرورية للتفاعل الكيميائي الذي أنتج الخلية الأولى. كل ده إيه؟ بشكل تلقائي بالمصادفة العشوائية من خلال التفاعلات الكيميائية. حيث اندمجت هذه المركبات اللي قلناها الغازات دي لتشكل مادة ساهمت في تكوين الحياة كالبروتين، والتي بإمكانها أن تبدأ بعد ذلك بالتطور وتصبح أكثر تعقيدا، وبالتالي تنتج عنها الأنواع الطبيعية. رغم كونها فكرة غير مفصلة، لكنها من بعد أصبحت أساسا للفرضية الأولى لكيفية بدء الحياة. جه العالم الروسي الملحد التابع للحزب الشيوعي واللي بيؤمن بنظرية كارل ماركس اللي بتقول إن لا يوجد إله في الكون. كارل ماركس للأسف الشديد في هذه الفترة، ألكسندر أوبارين في هذه الفترة كانت الشيوعية في عنفوانها وما كانتش بتسمح لحد يتكلم عن حاجة اسمها خلق ولا إله ولا الكلام ده خالص،
وهو معاهم في نفس الفكر، لكن كان في شخص اقل منه قال هذا الكلام. كويس؟ فقال في سنة 1924 كتب كتاب اسمه أصل الحياة، Origin of Life. الكتاب ده نشره سنة 1924 وقال فيه إن الأرض كانت في بدايتها شديدة الحرارة، كويس، مما ساعد على ذوبان الصخور التي كانت مليئة بالمواد الكيميائية، وتكثف بخار الماء الذي تحول إلى ماء سائل مع سقوط المطر لأول مرة، وذلك قبل فترة طويلة من احتواء الأرض على المحيطات، حيث كانت ساخنة وغنية بالمواد الكيميائية المرتكزة على الكربون. كما افترض أوبرين الجزيئيات الرئيسية لنشوء الحياة، قال هي السكريات والأحماض الأمينية، وإن دي تكونت في مياه الأرض، والتجربة فشلت إنها تثبت ده فيما بعد. ايه هي بقى نظرية أوبرين؟ قال ان كل الحياة نشأت تلقائيا من مادة غير حية، مثل الميثان وبخار الماء والهيدروجين. الميثان بخار الماء والهيدروجين امتزجوا مع بعض، كويس، فبدأت تنشأ الحياة، اللي هو الثوب أو الشرب من خلال الثوب أو الشربة البدائية أو الطبيخ البدائي، وبدأت تتكون الحياة من خلال هذه المواد اللي هو شرحها. سمت هذه الفرضية فرضية أوبرين. فلما نشر كتابه أصل الحياة طرح فيه إن الإشعاعات فوق البنفسجية قد وفرت الطاقة، الإشعاعات فوق البنفسجية اللي جاية من الفضاء، كويس؟ وفرت الطاقة لأجل تحول الميثان والأمونيا والماء إلى أوائل المركبات العضوية في محيطات الأرض الشابة، وهي نفس النظرية الحديثة لأصل الحياة اللي اقترحها ألكسندر أوبرين. عشان كده دعوها نظرية أوبرين هالدن. ليه؟ لأن في واحد كان في بريطانيا اسمه هالدن قال نفس الكلام تقريبا، فامتزجوا الاثنين مع بعض فسموهم نظرية أوبرين هالدن. قالت إن الحياة البدائية نشأت في المسطحات المائية على الأرض البدائية من الجزيئيات العضوية غير الحية، على سبيل المثال بروتينات الرنا أو الار ان ايه اللي هو مثيل الدي ان ايه، بس الدي ان ايه منقوص الاكسجين، الرنا على العكس، كويس. فبروتينات الرنا الار ان ايه وغيرها من خلال التطور الكيميائي عبر سلسله من التفاعلات الكيميائيه منذ حوالي 4 مليارات سنه في فتره ما قص العصر قبل العصر الكامبري. العصر الكامبري اللي هو كان حوالي 56 مليون سنة قبل الميلاد حسب تحديد العلماء، كويس، يعني حوالي 500 مليون سنة بعد 500 سنة من تكوين الأرض. وبيقولوا إنها نظرية مرضية للغاية لأنها تحتوي على تفسير علم وتم اختبارها تجريبيا، لكن فشلت التجربة ومع ذلك أصروا عليها. كانت الظروف على الأرض البدائية قبل حوالي 4 مليارات سنة هي التي تفضل التطور الكيميائي، عندما كانت درجة حرارة سطح الأرض أقل من 100 درجة، وكان الغلاف الجوي بتاع الأرض بيحتوي على النيتروجين وكربون وشكل من الميثان وأكسجين على شكل أبخرة مائية، لكن ما كانش في هناك أكسجين حر، وده ما ثبت بطلانه فيما بعد إن الأكسجين كان موجود في بداية الكون. بيقول إيه؟ لما بدأت الأرض تتبرد تطورت القشرة الصلبة والتي شكلت فيما بعد المنخفضات والمرتفعات اللي اتعمل فيها المحيطات والجبال والسهول إلى آخره، والمطر وغيره كده.
بدأت تتشكل مركبات عضوية بسيطة. يقول عندما بردت سطح الأرض من 50 إلى 60 درجة مئوية تم الجمع بين الجزيئات والمعادن الموجودة في المسطحات المائية وإعادة توحيدها بطرق مختلفة من خلال عملية التكثيف والبوليمرة للبوليمرات اللي في الخلية وتقليل الأكسيد لتشكل مركبات عضوية بسيطة مثل الكحوليات والجليسرينول والأحماض الدهنية وغيرها. ومن هنا قال هالدن الإيطالي البريطاني إن هذه المركبات العضوية البسيطة المتراكمة تدريجيا في هذه المسطحات المائية شكلت في النهاية حساء رقيق ساخن. يعني حساء رقيق يعني شوربة رقيقة ساخنة. حساء يعني طبيخ باللغة العربية. ما هي العرمانية طبيخ بقى. أو مرق. لكن الكلام ده كبر قوي في 50 سنة الأخيرة من القرن 19. طرحت النظرية دي بتاعت أوبرين هالدن في عشرينات القرن الماضي، يعني من 1910 إلى 1920 على يد ألكسندر أوبرين، لكن في عام 1953 جه طالب أمريكي شاب بيدرس الدكتوراه. قال أنا ممكن أعمل تجربة تثبت، وهنشرحها بالتفصيل بعد كده، تثبت إن لو جمعنا هذه المكونات الميثان والهيدروجين والحاجات دي اللي هو تخيل إنها كانت موجودة على الأرض في بدايتها وإن منها تكون الثوب أو الشوربة أو الحساء أو المرق، ومنها جاءت الحياة، كونت جاءت الخلية الأولى أو البكتيريا ثم الخلية الأولى وهكذا. وقال ستانلي مينر إن ممكن تتشكل أحماض الأمينية اللي هي التركيبة الرئيسية في الخلية واللي هي اللبنات الرئيسية للبروتينات في هيئة تحاكي المحيط والغلاف الجوي، لكن فشل ذريع جدا، وهنشرح برضه بعد كده بالتفصيل. بحسب النظرية دي اعتبر الجيل التلقائي للحياة في ظل الظروف البيئية الحالية غير ممكن. يعني الكلام ده كان في بداية الحياة، لكن لو جينا سألنا دلوقتي قلنا له طب ما مازال موجود في بكتيريا وموجود في أميبا وفي موجود وحيدات الخلية وفي عشرات وملايين الكائنات الحية اللي بتكون من خلية أو أكثر قليلا، ليه دي مع الزمن ما اتغيرتش؟ أصل وقتها كان الجو مناسب لكن دلوقتي مش مناسب إنها تتكون تاني. السؤال هنا انت بتتكلم عن حاجة من حوالي 4 مليار سنة، كنت هناك؟ حد كان هناك وقال لك؟ انت مجرد استنتاجات وافتراضات بتسميها افتراضات علمية واستنتاجات علمية، لكن لا انت كنت ولا شفت. فعلى اي اساس بتحكم بده؟ صحيح الدراسات العلمية بتثبت الارض كان شكلها ايه، بس الارض اثبتت عكس او العلماء اثبتوا عكس ما كانوا بيقولوا ميلر او ستانلي ميلر. ليه؟ لان هو اعتبر ان مفيش اكسجين حر او الاكسجين الحر وقتها كان ضعيف، لكن العلماء اثبتوا بعد كده لا الاكسجين كان موجود بكثافه.